بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال من أخت فاضلة تقول: أنا أعاني من ظلم الزوج ومعاملته السيئة والخيانة، هل عندما أصبر من أجل أولادي أخذ أجر عن صبري؟ طبعا أكيد الصبر هو أهم عمل يقوم به الإنسان، هو علاج لكل مشكلة نفسية تصادفك، كل مشكلة مادية أو نفسية الصبر هو علاج لها، ولكن بشرط أن يكون هذا الصبر من أجل الله وليس من أجل مخلوق، لنشعر بحلاوة الصبر. لأنك عندما تصبر من أجل الله أنت تأمل من هذا الخالق العظيم أن يعوضك خيرا في الآخرة، أن يعطيك حقك في الآخرة، أن يعطيك الأجر العظيم، أن يعوضك عن هذه الحياة التعيسة. أما الولد لن يقدم لك شيئا عند الموت، والآخرين لن يقدموا لك شيئا، فالصبر يجب أن يكون من أجل الله للحفاظ على الأولاد. ليس الهدف هو الأولاد، وليس الهدف هو فلان أو فلان، لا. واصبر وما صبرك إلا بالله. ما معنى هذا؟ واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني الصبر يجب أن يكون من أجل إله قادر أن يجزيني خيرا. الصبر يكون من أجل مرضاة الله. سيدنا يعقوب أيها الأحبة الذي فقد أحب أبنائه إليه وهو سيدنا يوسف عليهما السلام، فقده، ماذا قال لهم وهو يعلم أنهم يكذبون عليه؟ يعلم أن إخوة يوسف لم يقتلوا يوسف، إنما فعلوا به أمرا ما، وأنه سيصبح ملكا. كان يعلم هذا من الرؤية التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام. على الرغم من أنه يعلم أنهم كاذبون، ماذا قال؟ قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. إذن جعل الله عز وجل نصب عينيه. لذلك أن تتخيل أن هذا الإله العظيم عز وجل، هذا الخالق العظيم الله سبحانه وتعالى، يجب أن تتخيل وتتصور أنه معك، أنه بجانبك، ولكن يريد أن يختبرك، يريد أن يختبر صدق إيمانك. هل تؤمن به؟ هل تصبر من أجله؟ هل تستحق أن تدخل جنات تجري من تحتها الأنهار بسبب صبرك هذا؟ إذن الصبر هو بلاء، هو اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعلى عمل تبلغ به الجنة وتكون بسبب هذا العمل بالقرب من النبي هو حسن الخلق. فلذلك أقول أنا لكل الناس، سواء كان زوج أو زوجة، أن يتذكر أن هناك إلها عظيما يرى كل شيء ويسمع كل شيء، إنني معكما أسمع وأرى. يجب أن يعلم أن هناك إلها قويا يعلم ما في قلبك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الإله سيعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشرط أن تثبت صدقك مع الله عز وجل. وإلا لماذا البلاء أيها الأحبة؟ لماذا حبيب الله وحبيب الخلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا كان أشد الناس بلاء؟ لماذا كان أكثر مخلوق على وجه الأرض أوذية هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون لماذا؟ لأنه لم يؤذى نبي مثله في حياته وبعد موته. انظروا الآن الإعلام العالمي اليوم أيها الأحباء، على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، آلاف المواقع خصصها الملحدون والمشككون ومن يريد أن يطعن في الإسلام، كلهم يشتمون هذا النبي الكريم، كلهم يتهمه اتهامات باطلة، كلهم لديه حقد على هذا النبي الكريم، وهو رحيم بهم. النبي الوحيد يوم القيامة الذي يشفع لأمته ويقول أمتي أمتي هو النبي صلى الله عليه وسلم، بينما بقية الأنبياء عليهم السلام كل واحد مشغول بنفسه لأن الأمر عظيم جدا. هذا النبي الكريم حتى اليوم يؤذى، يطعن في عرضه،
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يشتمن في بعض المواقع من قبل بعض الناس اللي أنا أعتبرهم ملحدين. من يسيء للنبي هو ملحد. لا تتخيل أن الإساءة للنبي هي إساءة لله. كل من يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أو زوجاته أو المؤمنين لعنه الله في الدنيا والآخرة، له عذاب عظيم. إذن أيها الأحبة، عندما أنظر إلى هذا النبي وكم صبر في حياته وبعد موته حتى الآن يؤذى، ماذا أكون أنا بالنسبة لهذا النبي؟ إذن أنا أتمنى أن أكون جزءا صغيرا، أن يرزقني الله جزءا صغيرا من صبر هذا النبي لأبلغ به الجنة. لأن الجنة أيها الأحبة لا يلقاها إلا اثنين، إما إنسان صابر أو ذو حظ عظيم، كما قال تعالى: وما يلقاها عن الجنة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك أحبتي في الله أختم وأقول: الصبر هو علاجي، الصبر هو الشفاء، الصبر هو حل لأي مشكلة، ولكن يجب أن يكون هذا الصبر من أجل الله، لأن الفئة الوحيدة التي تدخل الجنة بغير حساب هم الصابرون. ما الدليل على ذلك؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الصابرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.